مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تبرز أهمية دور نائب الرئيس الأمريكي ثاني أرفع منصب حكومي في الولايات المتحدة، وذلك في السباق المرتقب في 5 نوفمبر المقبل. وفي الفريق الديمقراطي تحاول نائبة الرئيس كامالا هاريس أن تلعب أدوار آخذة في الاتساع، إذ ازداد نشاطها في الترويج لرؤية الإدارة الأمريكية الحالية في توجيه مستقبل البلاد. وركزت هاريس في خطاباتها على فئتي الشباب والأقليات اللتين كانتا محوريتين في فوز جو بايدن بالرئاسة عام 2020. لكن أرقام استطلاعات الرأي تشير إلى أن حماس هذه الفئات نحو الرئيس الحالي بدأ يفطر، فالفرق الشاسع الذي تفوق به بايدن على خصمه ترامب بين فئات ذات الأصول الإفريقية واللاتينية قد انحصر كثيراً ودخل في مرحلة الخطر وفق العديد من استطلاعات الرأي. وعلاوة على ذلك، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى ما أسمته إحباط الناخبين، وذلك بسبب تعامل إدارة بايدن مع قضايا عدة مثل الصراع في غزة وحق التصويت والهجرة والتضخم. في مقابل ذلك، ما زال اسم المرشح لمنصب النائب للمرشح الرئاسي المفترض دونالد ترامب لوزن، مما زاد عدد التكهنات بهذا الشأن. ولعل اسم حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستين يوم أبرز الأسماء المتداولة لشغل هذا المنصب، حيث ظهرت نويم مع ترامب خلال حملته الانتخابية، ورغم الاختلافات يوجد توافق بينهما في الكثير من القضايا. ترامب قال إنه سيعلن اسم نائبه في وقت مبكر من الصيف حسب ما نقلته شبكة CNN، التي أوضحت أن مؤيدي ترامب يرون أن هناك حسنات ومساوئ لتقديم أو تأخير هذا الإعلان، فالتقديم قد يساعد ترامب في جمع تبرعات لحملته الانتخابية، خصوصاً وأنه متخلف عن منافسه بايدن وفق آخر الاستطلاعات. أما التأخير فسيخلق حالة من التشويق وتسليط الأضواء، الأمر الذي قد يخدم ترامب إعلامياً. وبين الترويج والتشويق تبقى أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس أحد أهم حلقات الحملات الانتخابية لمرشح الرئاسة الأمريكية، كما يعد منصب نائب الرئيس في أغلب الأحيان ممراً إلى الرئاسة.